السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. إسرائيل تستخرج الغاز ولبنان يبحث عن حقه المهدور. موريتانيا أزمة مياه تلوح في أفق الصيف. السلام عليكم. إسرائيل بدأت ضخ الغاز من حقل تمار الواقع في البحر قبالة مدينة حيفا في خطوة تكرس قرصنة تل أبيب 860 كيلومترا مربعا من المياه الاقتصادية اللبنانية الخالصة. المنطقة تحتوي على مخزونات هائلة من الغاز ولبنان يطمح إلى استعادتها. عام 2007 بدأ لبنان ترسيم حدوده مع قبرص. الاتفاق بين البلدين نص على تراجع يبلغ 10 أميال لإفساح المجال لممر بحري محايد. وفق الاتفاق لبنان تراجع من النقطة 23 إلى النقطة 1. عام 2011 إسرائيل تفاوضت مع قبرص واعتبرت أن حدودها تبدأ من نقطة التراجع اللبنانية أي النقطة 1 لتضع يدها على المنطقة المظللة على الخريطة. الأبارصة لم يكونوا صادقين معنا وأخلوا أو نكلوا بالاتفاق اللبناني القبرصي وسلموا التراجع اللبناني من نقطة 23 إلى نقطة 1 وتبلغ مساحته 862 كيلو متر مربع، سلموا لقمة سائغة للأطماع الإسرائيلية اللي اعتبرت بداية حدودها هي نقطة التراجع اللبناني. لبنان يحاول استعادة هذه المنطقة بالطرق القانونية. لبنان بالطبع رافض، الأمم المتحدة تتدخل، دول كبرى تتدخل في وساطات قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية الخاصة في فض النزاعات بين الدول على المناطق الحدودية. في مقابل سعي إسرائيل لتكريس القرصنة يؤكد ياغي وجوب ممارسة لبنان سلطته الإدارية على هذه المنطقة. يجب أن يبدأ العمل في هذه المنطقة تحديدا، وإذا لم نبدأ بها علينا أن نمنع إسرائيل أن تقوم بأي نشاط فيها. احتواء المنطقة على ثروات طبيعية يجعل الطرف الإسرائيلي أكثر تعنتا، فهل يتمكن البلد الذي قاوم إسرائيل لعقود من استعادة حقوقه بالطرق القانونية؟ أم إن النزاع مرشح للتطور ليصبح جزءا من الصراع الشامل؟ وزير البترول السعودي علي النعيمي رجح ارتفاع الطلب الخارجي على الخام السعودي في الأشهر القليلة المقبلة من دون أن يحدد حجم تلك الزيادة، في إشارة إلى أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يتوقع انتعاشا في أسواق النفط، وكانت السعودية قد خفضت إنتاجها نحو 700 ألف برميل يوميا على مدى الشهرين الأخيرين من العام الماضي، ما ساعد أسعار الخام على الارتفاع. وبعدما كانت أوروبا تمثل السوق التقليدية لصادرات النفط من دول الخليج، بات شرق آسيا وتحديدا الصين المستهلك الأول لنفط الدول العربية. على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، الحكومة السورية تجري اتصالات لتأمين تمويل خط الغاز من بغداد إلى الحدود السورية، سعيا إلى إنجاز ربط خط الأنابيب بين إيران والعراق وسوريا وصولا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي السورية. وكانت الحكومة قد ناقشت المشروع الشهر الماضي وأقرت تنفيذ خط الغاز من الحدود السورية العراقية حتى نقطة الربط مع الشبكة السورية، وهي مسافة تصل إلى نحو 250 كيلومترا بكلفة تقدر بنحو 360 مليون دولار أمريكي. وبالرغم من وفرة اللحوم والفراريج في أسواق دمشق، شهدت أسعار السلعتين ارتفاعات متتالية ويومية، حيث تضاعف سعر كيلوغرام اللحم البقري في الأشهر الماضية، بينما لامس سعر الفروج المشوي 1000 ليرة سورية. وتعود أسباب الارتفاع الحاد لأسعار الفروج إلى عزوف الكثير من المربين عن تربية الدجاج بسبب الخسائر التي تعرضوا لها، وإلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور بسبب الأمراض والبرد، إضافة إلى الظروف الأمنية، الأمر الذي أدى إلى تراجع كميات الإنتاج. وفي ظل احتدام الاشتباكات في سوريا، تدهورت حالة الخدمات العامة في معظم المناطق والمحافظات نتيجة قطع الطرق وتدمير منشآت الطاقة والمياه. الشعب بشكل عام مو بس أنا بتحايل، يعني أحيانا الكهرباء بجوز بشهر ما تجي، أحيانا بيومين ما بتجي، ثلاثة أيام ما تجي، وقت اللي بتجي هالوقت اللي بتجي فيه نشحن بطارية، هالبطارية بتقطعنا أربع خمس أيام على شوية أضوية صغار للدال
في جارنا بشغل مولده او واحد بيشتركوا 4-5 على مولده حبوا بيشحنوا اغراضهم وبتموا على هذا مثله هيك عايشين. في خطوة تكشف عمق الأزمة المالية التي تعيشها مصر، قررت سلطات مطار القاهرة الدولي إغلاق معظم مدارج المطار خلال الليل بسبب تراجع عدد الرحلات القادمة ولتوفير الكهرباء. وزير الطيران المدني وائل المعداوي قال إن 2 من المدارج سيغلقان 4 ساعات ابتداء من الساعة 1:30 فجرا، وأما المدرج الرقم 3 الذي يخدم الرحلات الإقليمية فسوف يعمل على مدار الساعة، ويبدأ العمل بهذا القرار في حزيران يونيو المقبل. تباطأ معدل نمو الاقتصاد البحريني على نحو كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي ولم يتجاوز 0.5% بعد توقف نمو إنتاج النفط والغاز على نحو كامل تقريبا وتأثر القطاع المصرفي بعامين من الحراك والتظاهرات الشعبية. وأظهرت إحصاءات رسمية أن اقتصاد البحرين نما بنسبة 3.4% أثناء العام الماضي ككل، وكشفت سلطات المملكة عن انخفاض إنتاج الخام من حقلها الرئيسي أبو سعفة الذي تشاركها فيه السعودية والذي يسهم بنحو 70% من الإيرادات في الميزانية العامة. 55 مليار دولار قيمة الاستثمارات التي ضختها دولة الإمارات العربية المتحدة كاستثمارات مباشرة في الأسواق الدولية خلال 30 عاما حتى عام 2011، ويمثل هذا المبلغ نحو ثلث الاستثمارات العربية في الأسواق الخارجية في تلك الفترة. في المقابل تلقى ثاني أكبر اقتصاد عربي ما يزيد على 85 مليار دولار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة نفسها لتصبح ثاني أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية. وتمثل الفوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل التدفقات الاستثمارية إلى الخارج. في موريتانيا ومع بداية فصل الصيف تلقي أزمة المياه التي تعانيها عدة تجمعات سكنية في جنوب البلاد وشرقها وحتى في العاصمة نواكشوط بثقلها على الحكومة الموريتانية، حيث تعد موريتانيا من أكثر البلدان ضعفا في مجال الأمن المائي. أبي زيدان. حرب من أجل البقاء يخوضها سكان القرى والأرياف في موريتانيا بحثا عن المياه. قد أصبحت هنا هما مقلقا بسبب الجفاف ونضوب موارد المياه الجوفية. نسبة العجز في المياه الصالحة للشرب تصل هنا 50%، إذ يحتاج الموريتانيون لنحو 300 ألف متر مكعب من الماء يوميا لسد حاجاتهم في الشرب فقط. هناك تقريبا استثمارات كبيرة أكثر من مليار دولار بجميع المشاريع، مشاريع كبرى نقل المياه وتوزيعها في الوسط الحضري الوسط الريفي، وهذا لا يمكن موريتانيا بأنها تعود ولوج الأهداف الألفية في قطاع المياه. تتسم موريتانيا بندرة بحيراتها الجوفية، ففضلا عن 5 بحيرات سطحية فقط تجف بعد أشهر قليلة من موسم الأمطار، تصبح بحيرة أظهر في شرق البلاد وترارزة في جنوبها أهم مصادر المياه الجوفية في البلاد. دولتنا من الدول اللي الصحراوية اللي تتميز بندرة مياه الأمطار وقلة المياه السطحية، ورغم ذلك فإن السلطات الأممية أنجزت العديد من المشاريع حتى صلنا إلى حد الآن ما يزيد على 52% واكتفاء 52% من حاجيات المواطنين في المياه صالحة للشرب. أفطوط الساحلي أكبر مشروع مائي في تاريخ البلد بعد أن كلف أكثر من 750 مليون دولار، ساعد إلى حد كبير في سد حاجيات العاصمة من مياه الشرب عن طريق نهر السنغال. لكن الأمل يبقى بالنسبة لأكثر من 4 ولايات أخرى داخل الوطن معلقا على مشروع أفطوط الشرقي الذي لم تكتمل الأعمال فيه بعد. سكان المناطق التي تعاني من نقص الماء يلجؤون إلى طرق بدائية للحصول عليه وتخزينه، بينما يفضل آخرون الهجرة نحو المدن الكبرى، مما يخلق مشاكل أخرى كانتشار الأحياء الشعبية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. أبي زيدان، واكشوط، الميادين. الرئيس السوداني عمر حسن البشير يتولى الإعلان بنفسه ولأول مرة.
مليارين و200 مليون دولار قيمة الذهب الذي صدره السودان خلال العام الماضي، وذلك بعد التوسع في أنشطة التنقيب والإنتاج بمساعدة شركات روسية وصينية. ويحتل الذهب حاليا المركز الأول في صادرات السودان ليعوض جزئيا تراجع إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من نصف دخل الحكومة حتى العام 2011 حين انفصلت دولة جنوب السودان ونالت استقلالها عن الخرطوم. ويملك السودان احتياطيات مؤكدة من الذهب تبلغ نحو 940 طنا تنشط في تنقيبه 91 شركة. 30% ارتفع معدل التضخم في إيران نتيجة تأثره بالعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران، وذلك بحسب أرقام أصدرها مركز الإحصاءات الحكومي. وبدأ التضخم بالارتفاع الحاد نهاية عام 2010 بعدما خفضت الحكومة دعم الغذاء والوقود، كما أدت العقوبات المفروضة إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية ما تسبب في تفاقم ضغوط الأسعار. وبلغ التضخم نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي نسبة 27.4% بعدما سجل 26.4% العام الماضي. ختام النشرة، شكرا والسلام عليكم.